يواجه منتخب البرازيل منتخب تشيلي في الجولة التاسعة من تصفية أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 لكي تشاهد المباراة مع عليك فضل اللطاط بزر في اللايك القناة شكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى في المباراة ملعب استاديو ناسيونال جولاي مارتينيز بسانتياغو بتشيلي في تم الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة الثانية بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة صباحا بكل من توقيت السعودية وقطر والإمارات وسوف تلقى المباراة عبر قناة اس اس سبورت دي واحد و سبورت في البرازيلية بالنسبة لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة و نضربكم في موعد قادم